منو؟ أنا شيخة يما. تعالي. يما ترى ما أكون مرتاحة لما تكونين زعلانة مني. أنا ماني زعلانة منك، أنا خايفة عليك وخوفي لأسبابه. ما في شيء يخوف، الدوام اللي أنا فيه حال حال أي دوام ثاني. الناس اللي تداومين معاهم سبق واتهموا وأبوك واخذوا منه حلاله، حلالنا كلنا، وأكيد راح يستغلون وجودك في الشركة عشان يورطون أبوك بمشاكل أكبر. لا يما، أبوي ما أخذ احتياطاته، بعدين أنا مو صغيرة عارف شلون أتصرف. أبوك ما يبي يداوم بالشركة، أبوك يبي يرجع الشركة. وأنا بعد أبي أرجع الشركة اللي بناها أبوي. يعني إحساسي كان بمحله. إذا أنت حاسة أن حلالنا بيرد لنا، إيه أحب أذكرك كلنا نتمنى هالشي. لا أنا حاسة أنكم خطر، وإحساسي عمره ما خيبني. إن شاء الله بيخيب هالمرة، خففي من توقعاتك. شيخة في شيء أكبر منكم قاعد يدور حواليكم. وينه؟ ماني شايفته، وين هذا اللي يدور حوالينا؟ ماكو دوام بهالشركة، يعني ماكو دوام بهالشركة خلاص. يما ترى صدق مو مقتنعة بكلامك، ما يصير تمنعيني غصب. هو أنا أمك، وموضوع أني أمنعج أو ما أمنعج، وإذا كنت بمنعج غصب أمنعج غصب عنك. يما خلي عن السؤال في هال هذه وبطلي الباب. سؤال في هال؟ ما تستحين على وجهك تقولين حق أمك سؤال في هال؟ يما حبيبتي حتى تليفوني مو معاي، كان زين ما جيت واعتذرت منك. بريحك، حتى اعتذارك مو مقبول. يما حرام عليك. يوبا تابوي ما يسمعني، لو فوق هذا مسكر الباب وقاعد بالسيارة. أخيرا حنيتي علي؟ والله إن أمك معاها حق. يا بعد عمري، بس ما حد طلب رأيك، مشكورة. مالي شغل. تدري يا تكفى يساعدني بس هالمرة. زي قلبي، ده ما حد طلب رايي ولا حد طلب مساعدتي. تدري يا تعالي ايش توا تزعلين؟ تكفى يساعديني، انت اطيب قلب اعرفه في هالبيت، ضروري اروح الدوام ما ابي اتهاوش مع امي. تكفى سوي فيني معروف. ساعدك هالمرة بس لاني اطيب قلب في هالبيت. وعلى فكرة ترى مو زين تهاوشين ويا امك كل يوم. يا بعد عمري بداري، هذا اللي توقعته منك اصلا. سمعيني، انت واقفة هني وانا انزل بقعد عند امك، واول ما تسمعين الكحة كذي اخذي الجنطة وركضي ركض وانقلع من قدامي. واو انقلع، كلمة حيل قوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالتي شو تسوين؟ أنا كم مرة قلت لك لا تقولين لي خالتي، ناديني نوال ولا معامر؟ إن شاء الله معامر. معامر هذا اللي ما تبي ينطرها من صدجه. منو؟ عادل الريلي. خلي أروح أقول له. خالتي وين رايحة؟ أروح أقول له لا ينطر شيخه لا يضيع وقته خلاص. إيه زين 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 تسوين. عادل ان طول عمرك ما تسمع كلامي وهذا شيء خلاص تعودت عليه، لكن ابيك تعرف شيء واحد، ان بنتي شيخه مستحيل وما راح تروح اي مكان اذا انا ما راح. شنو؟ بسم الله، انت شلون طلعتي من البيت؟ يا نوال الله يهداك، ايش فيكي؟ ترى ما كل العافيه اللي قاعد حاتينه هذا مو موجود.
صدقيني راح اثبت لك كلامي باكر الصبح، واذا ما اقتنعتي لك مني انا ويا شيخ نقدم استقالتنا من باكر. اذا هي اليوم ما سمعت كلامي شلون باكر بتسمع كلامي؟ اقول يما لا تحكمين من الحين، يمكن بعدين تغيرين رايك. خلاص خلاص زين، المهم دير بالك على شيخه. منو شيخ؟ هذه شيخه؟ إيه؟ لا هذه ما اعرف، هذه مو بنتنا هذه ترى. لا 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 هذه كلش مو بنت، انا اصلا عندي بنت بنات ثانيين اصلا. عادل ايش هالسوالف؟ يلا عاد لا تحاتي خلاص، هذه بنتنا الوحيده وادري وبحطها بعيني، لا تحاتي. يلا ماما باي، اي لاف يو. لاف يو تو. اقول نوال زين وانه ما في يعني اي لاف يو، اي لاف يو جود باي.